نروح بعد كده الخبر الاهلي اللي اسعدنا حقيقي امبارح ونجح في تحقيق فوز ثمين على المصري امبارح بهدفين نظيفين في المباراه اللي اقيمت على استاد برج العرب بالاسكندريه، ده في الجوله رقم 23 لبطوله الدوري. قدم لاعبو الاهلي اداء بصراحه متميز جدا وسيطروا على المباراه من بدايتها لنهايتها، ده بفضل التمركز الجيد واللعب ايضا السريع، كمان الاستفاده من المساحات خلف دفاعات المصري. سجل هنا هدفي الاهلي في مباراه اليوم اليوباجي العظيم امبارح لكلنا بنقول رجل المباراة بصراحة، وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، ده كان طبعا لو كلنا اكيد كلنا تابعنا كانت في الدقيقة الأولى. لم تشهد صراحة خطورة هنا بتذكر كمان على مرمى محمد الشناوي خالص، ما كانش في أي خطورة، حارس المرمى ألغى كمان الحكم لو كلنا تابعنا هدفي الأهلي اللي كانوا في الشوط الأول، بس هنا بنتكلم على الإصرار، هنا بنتكلم على الدقة، هنا بنتكلم على القوة، هنا بنتكلم على السنغالي بادجي اللي قدر برضه ويحقق النتيجة وحصد الأهلي هنا ثلاث نقاط جديدة في مشوار بقى الحفاظ على لقب الدوري ليرفع هنا حامل اللقب رصيده ل 62 نقطه ويحكم قبضته منفردا على قمه الدوري. يمكن اللي بيليه بعد كده بيراميدز ب 45 نقطه، فاحنا بنتكلم ان فرق شاسع. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، وباذن الله نقدر نقول كده الدوري باذن الله يكون محسوم. يعني كانت مباراه قويه بالفعل، وشفنا من خلالها الثقل المعتاد لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق تقيل، يعني بالمعنى الحرفي كلمة تقيل، يعني وقعه على أي فريق بيلعب ضده مهما كان الفريق المنافس فريق قوي، لكن الأهلي وخصوصا لما يكون فايق بيتقال عليه فريق تقيل. بالمناسبة السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، وطبعا ده بعد الفوز على النادي المصري بهدفين دون رد، وبيستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله استعدادا لمواجهة وادي دجلة، دي المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ورفع النادي الأهلي رصيده بعد الفوز على النادي المصري إلى 62 نقطة، وبطبيعة الحال واصل بكده تصدره لقمة الدوري. أنا بس عايزة أقول كمان على قصة إصابة عمرو السولية.